ومن السهر وسهر وش تخمق ويخمق الليل مرحبا يا أنس صفات تركماني، أعزف على آلة الساز صار لي مدة طويلة تقريبا ما يقارب 3 سنين أو 4 سنين، وأحب هاي الآلة ولها تاريخها ومعاصرها. اليوم تم استضافتي من دار الثقافة في أربيل، شكرا على هاي الاستضافة الحلوة الجميلة، وراح شي بحلقات عن تاريخ هاي الآلة وصناعتها وتاريخها ومن بدأت. تاريخ هاي الآلة هو يرجع لها سلالة يونانية، بدايته من يونان سنة 1918، وكان على شكل خشب، هذا كله خشب مرصع طبعا، وتحول وتطور صار إلكتروني كهربائي، وصار أنواع اللي ساز والبغلمة والبزق ثلاث أسامي، وانتشر على الدول مثل تركيا وشمال العراق كردستان وهواية دول مصر سوريا لبنان، اتطورت على شكل كهربائي وثلاث أوتار، هنا يحتوي على ثلاث أوتار وكل منهم يحتوي على 7 أوتار. هذا الآلة وتنعزف بها كل المقامات الشرقية والغربية، منهن البيات والنهاوند والحجاز والعجم والكرد والريست والسيقا والحجاز الكار، ومقامات وأفرع أيضا يعني مثل اللامي ومثل الدشت، المقامات القديمة تنعزف بها. ومثل ما قلت لكم آلة حلوة جميلة، وسمعكم مقطع صغير منها. شكرا لدار الثقافة العراقي في أربيل، وشكرا لكل استضافني على ومن السهر وسهر وش تخمق ويخمق